واحد من لاعبين حرس الحدود المميزين، وكان واحد من اللاعبين المميزه ومدير فني رائع دلوقتي بالنسبه لنادينا. يعني بنتكلم على فريق حرس الحدود، كابتن محمد حليم واحد من اللي صعدوا فريق حرس الحدود في وقت من الاوقات، وفضل معاه مكمل حتى يعني نهايه مشواره ثم وجوده كمدير فني لفريق حرس الحدود. تحياتي ليك كابتن محمد. تحياتي كابتن فاروق حبيبي، اخبارك؟ كابتن فاروق طبعا، وبحيي حضرتك وكل مشاهدي البرنامج. اخبارك ايه؟ الحمد لله كابتن طيب، حبيبي. يعني خليني في البدايه اكلمك على استعداد حرس حدود، يعني انتوا الامور ماشيه ازاي؟ هل دخلتوا معسكر والامور ماشيه بالنسبه للاستعداد لعوده الدوري؟ والله يا كابتن فاروق احنا كنا بدأنا من حوالي اسبوعين، السبت اللي قبل اللي فات. ففوجئنا، كنا عاملين مسحه، اول المسحه طلعت سلبيه، تاني مسحه عملناها يوم الخميس، النتيجه بقت ظهرت عندنا في الملعب بوجود 4 حالات كورونا. فطبعا اضطرينا نلغي المعسكر لان الناس كانت في الملعب، موجوده في الملعب، اضطرينا نلغي المعسكر واجلناه لمده اسبوع. عملنا مسحه ثالثه، عملنا مسحه ثالثه الحمد لله، الناس كانت كويسه كلها، ورجعنا يوم السبت اللي هو زي امبارح كده، يعني احنا في الاسبوع الثاني من الاعداد. والموضوع دخلنا معسكر في فندق الماكس، والحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس. يعني اللهم الا ان جات لنا اصابه جديده بكورونا من احد لاعبي الفريق، يعني اصبح الاصابات دلوقتي 5، كان احد اعضاء الجهاز الفني والاداري، والحمد لله رجع لنا بالسلامه طب امبارح، الحمد كان لله. اول يوم ونزل الملعب. وفي اربع لاعبين دلوقتي في احدى مستشفيات القوات المسلحه بيتعالجوا، والحمد لله في طور لكن العوده انتوا ان شاء الله. مستمرين بشكل طبيعي يا كابتن محمد؟ مستمرين طبعا، ما فيش حل تاني. احنا بنتعامل دلوقتي مع امر واقع، فبنحاول نتكيف معاه، والامور بتمشي. عندنا بكره مسحه رابعه، بنتمنى ان شاء الله نتعدي على خير ان شاء الله، يعني ان الموضوع يعني زاد عن حده شويه، فنتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى ان الموضوع يعدي على خير ونرجع نلعب الدوري بشكل كويس. احنا بنحاول نستعد طبعا لفتره، زي ما انت عارف كابتن فاروق، فتره قليله، بس بنحاول قد ما نقدر بمساعده المعدين كابتن البدنيين محمد، انت للفريق. كنت من المدربين الفنيين اللي كانوا متواجدين مع اتحاد الكوره في الاجتماع الخاص بيهم بالمديرين الفنيين. كنت موجود، احد كنت موجود. يعني المطالب بتاعت كابتن محمد بالنسبه للفريق حرس حدود كان ايه؟ او هل كان في مطالب بالنسبه لك في الاجتماع ده؟ والله انا كان ليا سؤالين مهمين جدا طبعا. السؤال عن الماتشات الوديه، طبعا الماتشات الوديه هيبقى في مشكله فيها طبعا، ان انا قاعد دلوقتي في اسكندريه، ما عنديش غير سموحه والاتحاد، مش هقدر العب حد طبعا مش عامل مسحه. لو عايز تبدا الماتشات التدريجيه هتبدا بمين؟ فلازم مش هتلاقي مثلا فرقه درجه ثالثه ودرجه ثانيه عاملين مسحه، فالموضوع صعب. فهم قالوا الموضوع يعني يتنسق بين المدربين والمديرين الفنيين وتلعبوا بعض. ده كان سؤال. السؤال الثاني، ماذا لو اصيب 3 لعيبه في مكان واحد؟ هتصرف ازاي؟ فكان الرد ان نرجع للجنه الطبيه، واللجنه الطبيه هي اللي تتواصل مع دكتور الفريق. وده فعلا يعني انا دلوقتي بعاني من الموضوع دوت، ان عندي 2 في مكان واحد والتالت بتاعهم عامل رباط صليبي يعني من شهرين. فانا عندي ثلاث لعيبه في مكان واحد، ومكان صعب جدا. فانا بحاول على قد ما اقدر احاول اشوف بدائل من قطاع الناشئين،